السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. هل واجهتك في أحد الأيام بأن تقوم بأخذ نسخة احتياطية من خلال الآيتونز من خلال حاسوبك طبعا، وهذا الآيتونز يحتاج إلى ترقية نوعا ما ليتوافق مع إصدار هاتفك وبالأخص iOS 9 لأنه يتطلب منك تحديث؟ وعندما قمت بهذا التحديث ظهرت لك مشكلة، وهذه مشكلة شائعة جدا في من قاموا بتحديث الآيتونز، واجهتهم بأن الآيتونز يوجد به عطب وأي من هذا، واضطررت إلى حذفه وإعادة تنصيبه من جديد. وتزامن هذا العطب أيضا بوجود عطب في هاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود ويحتاج إلى ريستور، وقمت بعمل الريستور وأيضا الآيتونز قمت بإزالته وإعادة تثبيته، وبالتالي ستختفي النسخة الاحتياطية ولم يعد يوجد هنالك نسخة احتياطية وستضيع معلوماتك وصورك وكل ما كان في هاتفك. واجهت هذه المشكلة شخصيا ويعني تحصرت كثيرا على فقدان حوالي 900 صورة من هاتفي والعديد من الأشياء ضاعت من هاتفي، ولكن بالأمس استطعت اكتشاف طريقة حصرية جدا على مدونة العالم الافتراضي تمكنك من استرجاع النسخة الاحتياطية حتى وإن قمت بحذف الآيتونز، وحتى إن كان حاسوبك لا يوجد به آيتونز، ولكن النسخة الاحتياطية التي قمت بأخذها سابقا لازالت مخزنة في حاسوبك. بالتالي وفي هذه الحلقة سنقوم باستخراجها واسترجاعها بدون الحاجة إلى آيتونز، يعني يبقى بعيدا الآيتونز، سنستطيع البحث عن هذه الملفات التي قمنا بأخذ نسخة احتياطية سابقا من خلال الآيتونز. وسأريك أيضا إذا كنت تريد يعني إعادة نقلها إلى هاتفك الآيفون، سأريك هذه الطريقة بإذن الله، يعني سترجع لك صورك في هاتفك الآيفون وجميع معلوماتك سترجع إليك بإذن الله. لا تفتاد كثيرا، أبقى معي ومر إلى الشرح مباشرة. إذن في البداية استنتقل إلى هذا الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو في الديسكريبشن، بعد ذلك ستنزل إلى الأسفل وتضغط هنا على هذه الأيقونة كليك هير تو داونلود ناو إذا كان لديك ويندوز، وهنا إذا كان لديك ماك. بعد تنزيل الملف الذي لا يتجاوز حجمه 5 ميجا بايت تنتقل إلى أيقونة يعني التحميل التي قمت بتنصيبه، وتقوم بفتحها وتنصيب البرنامج مثله مثل باقي البرامج بطريقة سهلة جدا. بعد تنصيب البرنامج تظهر لك أيقونته على سطح المكتب بهذا الشكل، تقوم بفتح البرنامج. أريد أن أنوه على أن البرنامج لا يحتاج إلى وجود الآيتونز في الحاسوب، ولكن يحتاج إلى تعريفات أبل، فقم بتحميل تعريف الآيتونز إذا لم يكن لديك، يعني إذا لم يشتغل معك البرنامج فقط، وقم بتنصيبه. حتى وإن ظهر لك خطأ وعطب ولم يستطع تنصيب الآيتونز فلا توجد مشكلة، على الأهم أنه قام بتنصيب التعريفات. بعد القيام بهذه الخطوة، يعني خطوة إضافية إذا لم يشتغل معك البرنامج، تقوم بالضغط عليه وفتحه. طبعا البرنامج لا يحتاج إلى توصيل هاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود بالحاسوب إلا في حال أردت استرجاع الصور إلى هاتف الآيفون مباشرة. الآن بعد فتحه ستنتقل أو تنتظر قليلا حتى يقوم بعمل لودينج لكل الباك أبس أو النسخ الاحتياطية التي قمت بأخذها في السابق. لاحظ معي هنا 15 أغسطس، هنا آيفون 2، يعني لكل نسخة احتياطية يقوم بعمل إعادة تحميل أو لودينج لها على حدة، إذا تنتظر ربما يأخذ معك بعض الوقت على حسب عدد النسخ الاحتياطية التي قمت بأخذها في السابق. إذا كما تلاحظ مشاهدي الكريم ظهر لي من الهاتف آيفون 5S GSM iOS 9.0 رقم الهاتف والعديد من المعلومات هنا كما ترى أمامك. كل ما يهمنا هنا فقط هو هذه، يعني كل النسخة الاحتياطية على حدة، هنا تظهر لك 21/9/2015 يعني بالتاريخ، هنا سأختار آخر نسخة احتياطية بتاريخ 20/9/2015، أضغط على علامة البلس أو الزائد هنا، يعني تختار النسخة الاحتياطية التي تعجبك والتي تعرف بأن الصور التي تحتاجها موجودة فيها، وأنصحك بآخر نسخة احتياطية. إذا سأختار الأخيرة وأضغط على علامة البلس، سأذهب إلى المولتي ميديا فايل مانجر. هنا لكل يعني ملفات خاصة به، هنا يمكنك يعني الحصول على الأسماء، إذا كنت تريد الأسماء فيمكنك استرجاعها بالضغط على User Information Manager، هنا سيقوم بعمل لودينج لكل الأسماء المسجلة في هاتفك، وهنا Multimedia File Manager سيقوم بعمل لودينج وتحميل لكل الصور والفيديوهات التي كانت موجودة في هاتفك. ربما يأخذ منك بعض الوقت على حسب حجم أو عدد الصور التي كانت في هاتفك، تنتظره حتى يكتمل من هذا الشريط الأخضر ويصل إلى النهاية ويظهر لك كل الصور. إذا انتهى التحميل مشاهدي الكريم، أخذ بعض الوقت كثيرا يعني
كثير من الوقت أخذ على حسب العدد والحجم الموجود في النسخة الاحتياطية. لاسترجاع هذه الصور كما ترى ممكن العديد من الصور، يعني العديد من صور ذكريات المدرسة. لاسترجاع هذه الصور ستقوم بالضغط بالزر الفار الأيمن على هذه الصور واختيار Select All. بعد ذلك ستضغط على Restore لاسترجاعها إلى الهاتف مباشرة. هنا كما ترى 2.3 جيجا بايت. لا أنصحك بهذه الخطوة، يعني قم بحفظها في الحاسوب أفضل، ولكن يظل ذلك على حسب اختيارك. يمكنك استرجاعها إلى الهاتف مباشرة بتوصيله بالحاسوب والضغط هنا على Restore، ولكن أنصحك بتحديد الكل والضغط على Export. بعد ذلك ستظهر لك هذه النافذة، تضغط على كانسل. الآن تختار الملف الذي تريد حفظ هذه الملفات فيه. على سبيل المثال سأختار هذا الملف وأضغط على Select Folder، ويتم إعادة أو حفظ هذه الصور في هذا الملف. بعد ذلك يمكنك إغلاق البرنامج حتى إزالة تثبيته والذهاب إلى هذا الملف، وستجد كل الصور محفوظة في هذا الملف بكل سهولة وبدون أي مشاكل. كما قلت لك، يعني أنصحك بهذه الخطوة بدلا من خطوة الريستور. يمكنك أيضا استرجاعها مباشرة، ولكن قم بحفظها في فلاش أو هارد ديسك أفضل، يعني حتى تحافظ على مساحة هاتفك. وبهذا يمكنك استرجاع الصور، وكذلك من هنا كما أريتكم يعني الأسماء وكل ما تريده بسهولة وبدون أي مشاكل. يمكنك أيضا استرجاع يعني الفويس ميل، يعني الرسائل الصوتية، الفويس أدر مولتي ميديا. هنا كما ترى أمامك يعني بعض الأيقونات، كما ترى يعني يمكنك استرجاع أي شيء. هنا العديد من الصور أيضا، لاحظ معي مشاهدي الكريم، يعني لاحظ يا صديق العديد من الصور هنا أيضا. هنا تسجيلات الصوتية، هنا الكاميرا رول، يعني كما رأيتم مشاهدينا الكرام. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه الطريقة وهذه الحلقة قد نالت إعجابكم. رجاء إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل لي بالنقر على زر لايك، وكذلك سبسكرايب. زر سبسكرايب يضر نفس الفيديو، يعني تغير الديكور قليلا فلن أعد أعرف مكان زر السبسكرايب. على العموم لا تنسى كذلك الاعجاب بصفحه العالم الافتراضي على الفيسبوك وزياره المدونه th3vw.com. يوجد حلقات شبه يوميه وتدوينات في كافه المجالات التقنيه. انطلق في حلقه قادمه باذن الله. الى ذلك الحين دمتم في امان الله.